السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا على هذا الديسك هذا اللي كيكون هنا مورا البينيون الاخراني، كيتسمى الدورك ديسك، وغادي نوريكم الطريقة ديال التحييد ديالو. اذا اولا شنو هو الدور ديال هذا الديسك؟ هذا الديسك هذا الدور ديالو الاول واللي هو مهم بزاف هو انه ملي كنكونوا كنشيفتيو السلسلة كتوصل لهنا، بعض المرات مع الحجار ولا كذا كتقطيح في اللور، ماشي هنا طيح لك السلسله هنا، ولا طاحت هنا صعيبه باش تجبدها، بريسك امبوسيبل وانت خارج في الغابه بعيد على الدار. وكذلك بعض المرات كتقد تعوج لك الرايونات والروضه ما كتبقاش تدور مزيان، كتولي تدور عوج. هذا هو الهدف الاساسي ديالو. عنده واحد الدور واحد اخر انه كيحمي الدراير ملي كحز يضرب فيه هو الاول وما يشدوش الرايونات، حيت بعض المرات الرايون كيكون كيدور كيشد الدراير معاه كيدور وكيعوج وكيتهرس. هذا هو الدور الثاني ديالو. اغلب الدول كيفرضوا على المصنع ديال الدراجه الهوائيه يركبوا قبل ما يقد يدخل هذه الدراجه الهوائيه للبلاد ديالهم ويسوقوا، ولكن كيف ما كتشوفوا غالبا كيكون مصنوع من البلاستيك عيان، كيبدا يلعب ويقدر يبدا يدير الصباع تريد ان تهبط في الدون هيل. هاد لي فيكساسيون ديالهم عيانين. المهم انا غنوريكم الطريقه ديال التحياد. كاينه طريقه صعيبه اللي هي انك كتحيد الرويضه، كتحل الكاسيطه بداك لوتول ديال الكاسيطه، الكاسيطه كتحل من هنا بهاد لوتول هذا، وكيخصك تشد هادي بواحد السلسله. هاد الاداه كتطور السلسله وكتشدها باش ما تفرعكش في يدك، وكتقد تحيد الكاسيطه وتحيد هذا. كاينه طريقه اخرى اللي هي الاسهل، ولكن هاد الديسك هذا كيخصو يتحطم حيت ما عتقدش تعاود تستخدمه مره اخرى. وهذا الشيء اللي غادي ندير انا، غادي نقطعو بمقص ولا بانس، يعني غنشدو بانس وغنبدا نقطع فيه وغنحيدو. واحد الحاجه مهمه، فاش الدراير يكون طالع ما خصوش يفوت هاد السنان الكبار، حيت الا فاتهم غادي طيح ليك السلسله. وباش ما يفوتهمش كاين واحد الفيس اللي كيتسمى ليميت سكرو. ها هما ليميت سكروز، كاين واحد كيليميتي الدراير على اليمين وواحد كيليميتي على اليسار. يعني انا اول حاجه اش غادي ندير، غادي نطلع السلسله اللي اكبر واحد ونشوف واش الفيس ليميتي، خص هاد الفيس هذا يقيس ليا. تري بيان خوت، كيف ما كتشوفوا هي السلسله دابا كاينه في اكبر سنان، والفيس اللي كنقولوا ليه ليميت سكرو ها هو واصل. الا كان هاد الفيس باقي ما بقاش هنا، يعني راه السلسله تقد تزيد تفوت هنا. انا غنتاكد بانه مزير، غندور واحد شي شويه وغادي ندوز ليطاب الثانيه اللي هي نحيدها. الا كان هاد الفيس هذا مريقل مزيان، ما عندكمش مناش تخافوا باش تطيح السلسله النار، هذه هي اهم حاجه. اذا انا الخوت بعد ما تاكدت بان الفيس اللي كيليميتي السلسله طيح مور الكاسيط مزير مزيان اكبر فيتاس، غادي نقد نحيد هذا. انا غادي نهبط السلسله باش تخلي لي لاكسيل هذا. طبيعه الحال قطعته، غادي نقوم بنفس العمليه من الجهه الاخرى باش المصاص يطير كل نص فيها. انا الاخوان كنبغي نحيدو حيت كيجيني ما كنحتاجوش الا كنت مريقل الدراير مزيان، وكيجيني كيخسر المنظر بزاف ديال البيكالا وكيزيد شويه الصداع. هادو هما الاسباب باش كنحيدو انا في البيكالا ديالي. اللي بغى يحيدو يحيدو يتحمل المسؤوليه. وكذلك كيف ما كتشوفوا راه كيجمع بزاف الغبار، من الاحسن تحيدو باش تنظيف ديال الكاسيط يولي ساهل. هذا النصف الاول ديالو وهذا النصف الثاني ديالو، ها هو. ودابا ولات كتبان احسن، كلين انظف واجمل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم الاخوان يكون فاتكم. ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتخليوا لي الاعجاب ديالكم وتعليق، قولوا لي واش هاد الديسك غتحيدوه ولا تخليوه، واش مهم ولا ماشي مهم بالنسبه لكم. والى اللقاء في حلقه اخرى.